ما في شي عم يخطر ببالي. ريهام ركزي ونشطي خيالك شوي. لك معقول ما طلع معي شي لأنه الكرسي مو مريح؟ كيفك؟ تمام. كرسيك مريح؟ ايه مريح. كرسيي مو مريح. لك مو مرتاحة بالقعدة ابدا. روح اقعد هنيك. لا لا لا، انا لازم اكتب على الدفتر لأنه اللابتوب بيزعجني وما بيخليني ركز. لا لازم اقوم من هون لأنه ما عم يخليني ركز بنوب. ما كنت قدرانة اكتب ولا كلمة بهداك الموقع. يا ربي دخيلك عم ارجف. يلا ركزي. بيوم من الايام يا ريهام شو؟ لك شو صار لي مو قدرانة اكتب؟ ريهام اهدي، شو بكي؟ شو في؟ ما عم يخطر على بالي شي بنوب. طيب مو قدرانة اكتب ولا كلمة. خدي نفس عميق وروقي حالك. تمام رح وقف. تمام حلو، كل شي رح يكون منيح. لا تقلقي، بس فيكي تفتحي عيونك. تمام يلا فتحيهم. انت رح تكتبي 20 صفحة وانا رح ترجمها وبعتها مع اعمال تانية بعد 3 ايام وكل شي رح يكون منيح. تمام. للأسف حكيك ما عم يساعدني هالمرة، ما فيني اكتب شي. ما عم اقدر غيث، ما بعرف شو صاير. لا 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 رح تقدري. ليك انا ما بدي زيد توترك، بس هي فرصة كتير منيحة يا ريهام. والله حاسة اني نسيت القراءة والكتابة بعد هالخبر غيث. طيب. ايدي ورجلي عم يرجفوا. خلاص ماشي اهدي اهدي شوي. شو رأيك يعني تجي لتهدي؟ جي جي دائما القطاط بتهرب هيك. انا رح شوف جي جي وبرجع لهون. لازم نجيب حدا بيعرف يتصرف بهالمواقف. يا ربي دخيلك. تعال لهون. شوفي انا بدي بعد عن موقع الحدث. تعال لهون. اي حدث؟ شوفي احكي لي يلا. يعني ما شفتي شو صار؟ اكيد ما شفتي. استغل انه وشك بغير جهه وما فيك تشوفي، بس انا شفت ويا ريتني ما شفت هالشوفي. انت شو عم تحكي جيجي؟ ما عم افهم عليك بنوب. عم احكي عن الضمه اللي شفتها هلا. عن غيث كان ضمك. ليش كان ضمك هيك وعم يشم شعرك؟ قلي لي لشوف يا ربي دخيلك، حتى الحكي بالموضوع بيعصبني. شو عم تحكي انت؟ هي ضمه اخويه رفيقي وضمني عادي. لا تبالغ جيجي. هذا هو عناء الرفقات، ما في هالحركات بين الرفقات. النظر بيكون لقدام هيك. اما هداك الزلمه فشم ريحتك ريهام. هالزلمه خبيث وعنده غايات تانية، انا متاكد من هالشي. انا بفهم الشخص من نظراته وعرفت عليه شو ناوي وشو بده. انت كان شغلك منيح، ليش تركتيه واجيتي لهون؟ خلص بكفي، لا تضغط علي انت كمان. اصلا انا كنت بدي اقول لك خبر كتير حلو، بس ما عاد بدي خبرك. احكي لي يلا يلا احكي. احكي ريهام. ما بدي. ليكي والله بطق. خبريني ريهام، خبريني احكي. لك شبك حاجة تصرخ؟ رح خبرك يا مجنون. يلا احكي بترجاكي، خبريني بسرعة ريهام. بدك خبرك؟ خبريني. في دار نشر أمريكية عجبها شغلي وهلأ بدهم ابعت لهم تيست، يعني هلأ كتابي يمكن ينطبع بأمريكا. جيجي كنت عرفان كنت عرفان كنت عرفان صدقيني. أنا كنت عرفان إنك رح تنجح يا ريهام. برافو عليكي. برافو برافو، ألف مبروك. تعي لهون. حلو حلو، ريحتك مثل ريحة شجر البردقان على فكرة، كتير حلوة. ولمعة شعرك بتاخد العقل. شو اسمه الشامبو اللي عم تستعمليه ريهام؟ ما رح خبرك. مو معقولة هالحركات. طيب لا تخبريني، المهم عرفت الخبر الحلو. برافو برافو عليكم، موفقين يا شباب موفقين. يعطيكم العافية، أنا فوق إذا احتجتوني. ما عم صدق القصة غيث، هي أخبار كتير حلوة. ايه كل شي عم يصير بسرعة. ما فيني أوصف لك قديشني متوترة. ها شوفي، هي أول الكتب اللي رح تروح على أمريكا. أول الكتب؟ ايه في لي شريك موجود بأمريكا وعم يشارك بمنتدى الكتب للمبتدئين. ممتاز. ايه بس الحقيقة الأحسن إنه كتابك يكون بيناتهم ويتقدم هنيك، وبعدين رح تنطلقي لنيويورك. إذا ضليت عم تحكي هيك ما رح أكتب ولا حرف من كتر الحماس. لا أوعك، كل شي رح يكون منيح. إذا بدك فيكي تشتغلي بالمكتب المساء وأنا رح أكون قريب، بمر وبجيب أكل وقهوة. لا بالأول بدي أشوف جان شوي وبعدين رح أشتغل بالبيت. آه طبعاً معك حق. ريهام جان تعال حبيبي، كنت جاي بسيرتك من شوي. صحيح عنا أخبار حلوة لك. إيه إذا ما في داعي اسمع الخبر منكم اثنيناتكم فبتخبرني يا ريهام، لأني تعبان وإجيت مشان أخذك. طبعاً
على راحتك، تصبحوا على خير. وانت بخير غيث، بشوفك. انت لاحظت على حالك كيف تصرفت مع غيث؟ صدقيني ريهام، هذا أكتر شيء محترم فيني أعمله. تعال خلينا نحكي شوي جون. نحن ليش هيك صرنا جان؟ كل شي بيكون منيح ورايق، بعدين بتصير شغلات سيئة. ما بعرف. قال لك في أخبار حلوة لإلك، بس أنت ما اهتميت وما سألتني عنها حتى. آسف أنا مشوش شوي، شو هالأخبار؟ غيث عم يتعاون مع دار نشر أمريكية. مو على أساس عنده شريك بكندا، كم شريك عنده؟ متأكدة إنه عم يحكي الحقيقة؟ إيه متأكدة. جان فيك تسمعني إذا بتريد؟ عم اسمعك. دار النشر الأمريكية حابة إنه تقدم فرصة للكتاب الجدد. قال قروا شي من كتاباتي وعجبتهم كتير، إذا قدرت أكتب 15-20 صفحة بثلاث أيام رح يترجموا لي كتابي وينشروه هنيك. ما بتتخيل قديش أنا مبسوطة. متذكرة الليلة اللي قضيناها على البحر ولا نسيتيها؟ انساها مستحيل. بوقتها خبرتيني إنه بدك تصيري كاتبة. إيه، وإنت كنت أول شخص فهمني وصار يدعمني، وقتها قلت لي إنه بدك تقرأ كتابي. وهلأ رح يتحقق حلمك. إيه بس كأنه إنت مزعوج من هالشي جان. بالعكس، أنا فخور فيكي. إنت إنسانة قوية كتير وعم تحاولي تحقيقي كل أحلامك. الشي الوحيد اللي بيزعجني إنه هالشي عم يصير عن طريق غيث. إنت ليش ما بتوثق فيني؟ شو هالسؤال هلأ؟ بدي أسألك جان، أنت ضليت مع حبيبتك السابقة كذا أسبوع مشان الشغل، اشتغلتوا سوا على المشروع وكنتوا تروحوا لعند بعض كل يوم وتسهروا على الشغل، كنت دائماً جنبك. ريهام جان، هذا مو عدل بنوب. أنت ما بتوثق فيني وما بدك توثق فيني لأنك ما سامحتني، ما غفرت الشي اللي عملوه الكل، لا أمير ولا أمك ولا أنا، ويمكن أنا أكتر وحدة. إذا قصدك وقت اللي أعطيتي عطرك لفابري فإيه، معك حق، لأنه أنا لهلأ ما فهمت ليش. أنا عملت هيك مشانك كرمال أقدر ساعدك، وإذا اضطريت رح أعيدها. بعدين وين العطر؟ ما أنه مع فابري، وينه هلأ؟ وينه؟ هو هون. تختلف ريحة العطر من جسم لتاني، هاي هي ريحتي، ريحتك المفضلة. أنا بحياتي ما شفت ولا شميت ولا حبيت بنت مثلك أنتي. بيسعدني إنك بتعرف هالشي جان ديفيد. ألو جيهان، منيح إنك رديتي علي. ليكني أنا جاي لعندك. وأنا كمان. أنا لحظة وقفي، عندي خبر إلك. وأنا كمان عندي خبر. مين بيوصل قبل؟ طيب ماشي، بس لا تغشيها. لا بس خلي خطواتك صغار. ايه ماشي. تمام صغار، بدي ضل عم راقب خطواتك. يعني ليش من أنا إمتى بغش ريهام؟ كتابي رح يوصل على أمريكا، رح أنتقل وعيش مع أخي. يعني كيف بدك تروحي؟ كيف بتقدري تتركيني وتروحي؟ لك أنا مين بدي ضم بفرحي ولا مين بدي إلجأ بس أزعل؟ رح تتركيني لحالي هون؟ طولي بالك ريهام، لا تحكي هيك، رح صير إجي لعندك كتير. صدقيني حبيبتي ما بقدر أعيش بلاكي والله. جيهان لا تكذبي علي، أنتي تركتي البيت والمحل، عثمان راح وراحت أختي، وهلأ أنتي كمان بدكن تتركوني لحالي وما رح يضل أي حدا جنبي. بكفي، بترجاك ريهام حاش تحكي هالحكي. جيهان هي معها حق، لأنه نحن رح نروح كلنا وهي رح تضل وحدها هون بالحارة. وأنت لوين رايح؟ قررنا أنا ولوريس أنه نتجوز ونستقر بابوا غينيا. وين قلت؟
شو قلت؟ شو؟ عن جد عم تحكي انت؟ والله ما عم صدق. لا تضحكي، انا مقهورة كثير هلا. خلص ريهام لا تبكي، والله وانا كمان ببكي. لا تركي ترتاحك، نحن ما رح نضل اولاد كل عمرنا، كبرنا. ماني مصدق انك رح تروح وتتركنا. خلص امتى لحقنا نكبر ونفترق هيك؟ بهالحارة قلنا كتير ذكريات حلوة. صدقوني هالفترة خلصت. من هذا اليوم ما عاد حاكي. لك خليتني حس انه في روميو جواتك عن جد، ما عم صدق. جان فيك تسمعني إذا بتريد؟ دار النشر الأمريكية حابة إنه تقدم فرصة للكتاب الجدد. قال قروا شي من كتاباتي وعجبتهم كتير، إذا قدرت أكتب 15-20 صفحة بثلاث أيام رح يترجموا لي كتابي وينشروه هنيك. ألو أكرم، كيفك؟ وأنا منيح شكراً لك. صراحة بدي منك خدمة صغيرة. رح أعطيك اسم، بدي منك تعرف لي إذا عم اشتغل مع حدا بأمريكا. أنا بعرف إنه لك علاقات كتيرة هنيك وبتشتغل مع دار نشر. غيث أرسوز. إيه شكراً كتير لك، ناطر منك خبر. إيه اي نعم اختي، قولي لي كل الامور تمام. شو السيد عزيز مرضان؟ لا جان ما خبرني انه ابوه مرضان. امير هلا العارف بيزعجه هيك خبر اكيد. طيب ماشي بنحكي مع بعض يا روحي، يلا باي. ريهام؟ جان؟ شو عم تعمل هون؟ بصراحة طلعت أركض شوي مشان أرتاح، وقريب من بيتك قلت بركي بصدفك وأنا عم بركض. خليتيني ضل وراكي، شو بكيانة؟ زعلانة مشان الرواية ولا شو؟ لا شو دخل الرواية؟ مع أني ما عم أقدر أكتب شي بنوب. أنا حاسة حالي أني وحيدة ولحالي. جيهان رح تنتقل لعند أخوها عثمان، عثمان راح وأختي راحت كمان. عن جد حاسة أني صرت لوحدي. قربي لعندي، أنا دائما جنبك. جان؟ نعم. قلي عن جد أبوك مريض؟ إيه مريض. هلأ خبرت أمير وعصب ما بده يحاكيني. طيب ليش خبيت عنه؟ إله الحق أنه يعرف بهالشي مثلك أنت. بابا ما كان بده اياه يعرف، اصلا هو عرف بالصدفة وانا ما حكيت مع ابي بالقصة من وقت ما عرفتها. انت ليش ما خبرتني شو اللي زعجك لهالدرجة؟ ما بعرف. تقدر تخبرني اي شيء، ما في داعي تخبي عني. جان لو سمحت لا بقى تخبي عني شيء ابدا، انا جنبك حبيبي. طيب نركض سوا ولا شو رأيك نسبح؟ نسبح بعدين بنركض. يلا ريهام شغلي مخك وفكري بالموضوع شوي، يلا صار وقت الكتابة اكتبي شي. خطر لي شي هلا.
جون، شبك خوفتني. بتجنني. طمنيني، شو صار بخيالك؟ اشتغل ولا لسه؟ ما عم اقدر اكتب ابدا، مو خاطر على بالي شيء، وما ضل غير يومين وبس، وانا لسه لهلا ما كتبت ولا كلمه. ما بعرف، لساتني ناطره الالهام، لهيك عم حاول اتامل شوي. خلينا نفوت لجوا قبل ما يصير هوا ويتسكر الباب علينا. يلا تعي، تفضلي. يلا. يلا ريهام، اكتبي لك شي شغلة. يلا شبك بقى، شوفي الخضار والشمس والجمال والطبيعة. ها اجا. ايه والله شرف، واخيرا اجا الالهام. ما عم تشربي فيتامينات انت؟ يسلم ايديك. طيبة؟ ايه، صحة وهنا. لا تطلع فيني هيك، لأنه بس تطلع فيني ما بقدر أكتب. معناتها حتطلع هيك. أنت عم تطلع على فكرة. إيه صح، بس وقت أطلع عليك بيكون كل شيء منيح، أما وقت اللي أنت بتطلع بتشوش لي أفكاري كلها. لا تطلع. ما عم بتطلع. إيه ما رح استفيد شي، بدي ضل طول الوقت عم اتطلع عليك، ووقت بتطلع علي بصير بدي اتطلع اكتر. وعلى هالحالة ما رح اكتب شي، الاحسن اني روح بكتب بمكان تاني. خلاص، ما بعرف ليش راح الالهام مني، ما بعرف. بعتذر، عفوا. بظن من حقي اقرا. ما تقرا شو؟ انا لسه ما قدرت اكتب ولا كلمه. طيب انا موجود؟ ايه طبعا موجود. بالروايه عمري 15 سنه وعم اكتب عن تعارفي بزبرجد. اكتبي عني مشان ما يملوا القراء. هيك لكان مفاجاه. اهلي. واو، قررنا نجي ونعملهم مفاجأة للعرسان. أيوة. شو العرسان مانن هون؟ لا والله، نزلوا على السوق. مرحبا. أهلين غيث. أنا عزمته لغيث ليجي. الآن سيدارين فجأة عزمته ليجي. أنا كتير جوعان أمي، ممكن تجهزي لنا أكل لو سمحتي؟ في أكل بالمطبخ، روح كل لحالك. كأنه ما عم تنق اليوم. شو هالجرأة؟ طيب لكان، شو بدنا نساوي هلأ؟ شو رأيكم منقعد هون ومنحكي شوي ومنجهز الأكل مع أمي؟ منيح؟ رح روح وحاكيها لشوف شو بدنا نجهز. ماشي؟ جون، مستحيل اكتب بهذا الوضع. أنا بدي اكتب كتاب، ولهيك أنا المفروض بعد شوي لحتى أقدر اكتب، بلكي بيجيني الإلهام. الإلهام؟ لازم تغذي إلهامك بالفطور. شو قلت؟ ما بده يأكل؟ ريهام لكي، إذا بدك أنا بساعدك بهالقصص، لساتني مبدعة. ايه. أنا حاسة إنه هدول متقاتلين مع بعض من قبل، ما بعرف شو بون. معناها ليك ما لازم يتواجدوا مع بعض بنوب بالعرس. بس أنت اللي جبتي معك، وكله لأنك ما بتردي على حدا ولا بتسمعي. خبرتك، قلتلك في شي براسه عم يسبب عصبيته وهلأ رح يهاجم. لا تبلش تحكي بهالقصة هلأ، لأنه رح أصب منك جيجي. عم أدعم العلم. طيب لا تزعجنا هلا، يلا خلونا ننبسط اليوم بس للفرح. عنا حفلة عرس اليوم ورح نتعرف على الناس. لازم نتعرف على الناس. جيجي يلا روح كول بسرعة مشان نبلش نجهز حالنا بعدها. طيب أنا بحل كل شيء، لا تبلشي حكي هلا قدام الكل. أنسدارين طيب ممكن؟ مثل ما بدك. تفضلي ارتاحي. طيب ولقلك رح أطلع جهز حالي بغرفة أمير. ريهام، اليوم العالمي لإهداء الكتب.
شكراً كتير، أنا كمان جهزت شوية هدايا. حلو. تعرف ما قريت هذا الكتاب، يسلموا إيديك. العفو، كيف الوضع؟ شو بدي أقول؟ نفس الوضع، ما عم أقدر ركز، كل مرة بصير شي بيشوشني وما بخليني ركز. يمكن مو هذا الوقت المناسب لأكتب كتاب، هيك حاسة. لازم نتقبل حقيقة إنه ما في وقت لكتابته هلأ. لا، بعتذر، أنا اللي ضغطت عليك كتير، بعرف، بس أنا ما بدي إنه تضيع الفرصة عليك بأميركا وتخسريها هاي القصة كلها. بس بعرف هالموضوع بيهمني كتير، هو خطوتي الأولى بهالحياة، بعرف هالشي. اسمعي شوي، اتركي هالدفتر هلأ، يعني هذا عرس أختك لازم تنبسطي فيه وتنسي. روحي بكرة خيمي. خيم؟ ايه؟ بستفيد؟ ايه أكيد، حتى أني اخترت لك محل هادي لتروحي عليه وبتقدري تشتغلي فيه ليل نهار، وهلأ انبسطي بوقتك. ايه وهو هيك. ايه دفعنا. شكرا كتير. ولو غيث؟ جان؟ ممكن تجي شوي؟ جاي جان؟ شو كان عم يقول لك؟ شو ألف لك؟ لا تحكي شي عنه، هو كان عم يحاول يدعمني مشان أقدر أشتغل شوي. طيب ما رح أحكي. لا تزعل، بعرف كتير منيح شو اللي بفرحك هلأ. اليوم هو يوم الكتاب العالمي. كتير حابب أقرأ مرة تانية. جيجي اشترى، ما رح تصدق بس أنا اشتريت هدية لنورة خانم، رح أقدم لها إياها، متحمسة. عادي شوي بتعطيها إياها بعدين. نورة خانم، وين عصير البردان؟ عندك هنيك. كأنه ريهام من الصبح هي رايحة جايبة للشغل وفي بإيدها دفتر، صح كلامي غيث؟ ايه، بدنا ننشر كتاب سوا وهلأ عم تعمل مسودة. انت على نياتك مفكر انه جان رح يخليك انه تنشر هالكتاب بدار النشر تبعك؟ ما سمعت هو شو عمل مع فابري بس لأنه ريهام عطته عطرة؟ هو بالسجن هلأ. عن جد يعني انت فعلا بدك تنشر قصة هالحب؟ فكر منيح. زعلتني. شو انك عنياتك؟ وكأنه انت مو من هالعالم هاد. بدي روح البس. جان؟ نعم. آسفة بعتذر كتير. ممكن تسكر لي السحاب لو سمحت؟ طالع بتجنن. السحاب لك أنا. ايه. عم تستعملي هالحجة لحتى تبقي لوحدك معي مو؟ جان ما قدرت أوصل له عن جد، خليني أورجيك، ما وصلت. طيب خلاص. شو رأيك خليه مفتوح؟ جان شكرا كتير. العفو. شو بعندك هون؟ ريهام 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 ريهام، الست نورة حاكتني بالمطبخ، بدها خبرها كل شيء وبكل الأسرار. أنا لازم أحكي لها كل شيء. شو بدي ساوي؟ بدها ياني أتجسس، بس هي أمي. قلي لي شو ساوي هلأ، شو بدي أعمل؟ ليك لا بقت إلا لنورة خانم أمي، لو سمحت خلص. لك شبك ريهام، بس هي أمي، هي أمي. اسمعي، في فيلم عن أب كان مع عيلته عم يأكل الأكل بشكل طبيعي، بعدها تحولت القعدة لحمام دم مثل ما رح تعمل هالمرة، بتخوفني فوق ما تتصوري. بلشت القصة بالمطبخ وبعدين بلشت خاف، ولهلأ لساتني عم
عم ارجف منها، شوفي كيف ايدي عم يرجفوا منها ولي ما عاد فيني. طيب. الى زمان ما صابتني وهلا الظاهر رجعت. انا وصغير تعالجت منها نفسيا بس القصه رجعت لي هلا مره ثانيه وكله بسبب نوره خانو. خلص روقوا اهدى بترجعك رح نتاخر على العرس. طلع ايه طيب رح اهدى خلص احنا صرنا جاهزين. بلشت شبو شو صاير جيجي؟ جيجي شبو جيجي شو صار لك؟ شو صاير لك شبو جيجي؟ جيجي شو مشكلتك؟ شو صار لك انت؟ سكيني سكوني يلا يلا فورا شبو جيجي لك بعد عني شو صاير معك؟ شبو هاي؟ هلأ بشرح لكم في صوت سمعته قوله عندي متلازمة القلق. شو هي؟ شو؟ وصارت ترجع تجيني، فكرت إني صرت منيح. لا 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 أنا ماني منيح رح أبداً. رح تتحسن وتنسى وقت ترقص، شو رأيك؟ لا 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 ريهام أنا ما رح أتحسن. اهدى يا ولد خلص روق بقى، كل شي منيح، أنا رح أتحسن وتخلص القصة، يلا بلشت اهدى، كتير منيح تمام؟ إذا هالنوبة تبعك خلصت بنقدر نمشي؟ أخرنا هالمجنون، يلا امشي كله يلا. بسببه، تعبتنا وأخرتنا كله بسببه. طيب إذا تعبتي روحي خلص. ما كنت عم تكذب. رح امشي على مهل على يا مهل. الله دخيلك. شو منروح؟ ايه منروح بس حاسه بتوتر من الحماس، رح اروح على الحمام شوي عن اذنك. بتمنى رحلتنا اللي هلا بلشت تضل كل العمر. انتي بتلهميني بأفعالك وحديثك وكتاباتك كمان، رح ضل معك على طول. لازم تشوف تصرفات جيجي كانت غريبة كتير. رح حطه هون. تمام يلا خلينا نمشي. يا الله يا جان لو شفت ايدي لجيجي كانوا عم يرجفوا هيك مثل ما عم اعمل. عميني هاد بهالأناقة الناس رح يفكروك إنه أنت العادي. عن جد عم تقول شكرا شرفتونا. ابني أنا حبيت أترتب بعرس بنتي يعني. أهلين ما شكرا. معقول بلغت؟ لا أبدا خايف أميري غار منك بس يجي لهم. تفضلي سلمي عليهم. نورة خانم ألف مبروك. ريهام أهلين شو هالحلو هاي. أهلين ألف مبروك. أهلين أهلا وسهلا مبارك فيكي. أهلا وسهلا. شو حلو تنسيق الأزهار. عن جد حلو. إن شاء الله ألف مبروك حبيبتي ميرفا. طلع بجنن. أهلا وسهلا شو هالأناقة. أهلين حبيبتي يا تاج. وأنت كمان طلع كتير جنتل وحلو اليوم. صحي لأنه بهيك حفلات ما في موسيقى بترقص. أنا وهيبة جهزنا مجموعة هلا بترقص الكل. هلا رح نتبخ ونفرح ونقضي وقت حلو. ما هيك ألف مبروك. سهلين وسهلين. يا ربي مو معقول عرس ابني رح يتحول لعرس شعبي. شو هاد؟ هاد مو بس عرس ابنك نورة خانم، هاد عرس بنتنا كمان. شو فيها إذا رقصنا شوي وفرحنا؟ يعني الأجواء كلها فرح مثل حارتنا تماما. طيب يا خان لا تتأكد. مساء الخير. حاكي إما. أهلا وسهلا. أهلين. بتصدق إني بكل جرأة جاوبتها لنورة خانم؟ عن جد ما عم صدق لك. إيدي ما عم تهدر يا هام. شو بدي ساوي لها؟ سائل وضع كتير. أحسن شيء اربطها، ما تعملي شيء مشكلة هلأ خلص. يلا روح اربطها. طيب. لك برافو عليكي. ايه برافو. ايه مظبوط هيك. لا بقلك جان هنن بيستقبلوا الناس، خلينا نروح نشرب شي. يلا اجوا وصلوا. اجوا وصلوا. وينهم؟ خليها تمام. توترت شوي. أشعر بدني حبيبتي.
كتير حلوين سوا. شو وين رايحة هاي؟ غيث؟ بتحب ترقص معي؟ طبعاً عن إذنك. تفضلي. شكراً لإلك، أنا من زمان كتير ما رقصت. وأنا؟ جان شو صاير؟ ليش زعلان؟ أنا شفت شو كاتب لك هذا على الكتاب. إيه؟ شو إيه؟ يعني أنت عن جد ما بتعرفي نوايا لهالشاب تجاهك؟ ما بعرف، لأنه ما في شي بنوب. مو شايف عم يرقص مع دارين خانم؟ هو مهتم فيها مو فيني أنا. لا تحاولي تقنعيني بهالحكي، أنا بعرف منيح شو عم أحكي. جان خلص لا تبلش. ما بدك بلش؟ يعني عم بتوهم؟ إيه هي أوهام، لأنه ما في هيك شي. ريهام، لك هو طلب منك انه تضل رحلتكم كل العمر. شو الغريب بالحكي؟ هيك بيقول على طول. هو قصده رحلة نشر الكتاب بلشت عن جديد، وقصده الطريق طويل لسه. يعني رح يكتب وينشر والناس رح تعرف الدار، هذا هو طموحه، يعني مو مثل ما عم تفكر انت ابدا. كأنه ما ضل دار نشر بالبلد. تعرف احيانا ما بفهم عليك بالمرة جان. معناتها لسه ما بتعرفيني. طيب ماشي. Die.